نشرة الظهيرة، أهلا بكم. ينظم مشروع بودكاست أرابيا فعالية أسبوع يوتيوب المرأة العربية في طبعتها الثانية، بحيث تقدم المترشحات مجموعة من الفيديوهات التي تهم المرأة العربية في مجالات مختلفة للتنافس على جائزة قدرها $1000. المشاركة ستكون عن طريق إرسال فيديو مدته تتراوح من بين 3 إلى 10 دقائق إلى غاية نهاية الشهر الحالي. تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية يقدمها مدير المشروع يوسف بعلوج في هذا الاتصال الهاتفي مع زميلة ماريا بن عادل. هذا العام على عكس الدورة الماضية قررنا أن ننظموها على شكل مسابقة جائزتها $1000 تمنح الفائزة بالمرتبة الأولى. اخترنا عدة مواضيع تهم المرأة، موضوع التوعية ضد السرطان الثدي، الجمال الداخلي، موضوع محو الأمنية، وموضوع للمطالعة. بطلب من المترشحات قمنا بتمديد الأجل إلى 30 مارس. المشاركة ستكون عن طريق الفيديو، طبعا فيديو مدته من 3 إلى 10 دقائق عن واحد من هذه المواضيع. ولحد الآن يعني وصلتنا عدة مشاركات، وهناك اهتمام بالمشاركة من 6 دول عربية إلى حد الآن: الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، مصر والسودان. هذه الدول كلها اتصلت بنا يعني مترشحات منها، وحابين يعني يتقدموا للمسابقة. المواضيع التي تهم المرأة العربية كثيرة جداً.